وزيرة التربية سي فتحي سلاوتي معنا بالتليفون، ومرحبا بك سيد الوزير. صباح النور، عسلامة، مرحبا بك وبكل المستمعين. نورتنا سيد الوزير. نبدأ بآخر الخبر اللي هو زيارتك المدرسة الابتدائية بجبل سميمة بالقصرين، اللي سيد رئيس الجمهورية أعطى الأوامر بإعادة تهيئتها في انتظار توفير حافلة لنقل التلامذة. شو الإجراءات اللي باش تتم للمدرسة هذه لو تحكي لنا سيد الوزير؟ بالطبيعة هي المدرسة مبرمجة ديجا في برنامج تدخل شامل فيها تهيئتها وكل دراسة جاهزة، وبعد الإذن متاع سيد الرئيس باش نحاول نسرعه أكيد في أقرب وقت ممكن، إن شاء الله تكون في أبهى حلة لوليداتنا، لأني شفت حقيقة ثم بعض الأقسام اللي مش لايقة بكل ما تليقش بلادنا، لابد من التدخل العاجل فيها. لكن اتضح في نفس الوقت أنه الإشكال على مستوى المنطقة هو أكبر، بما أنه يخص تزويد المنطقة بالماء صالح للشراب. حاليا بتعملوا 3 طلبات عروض من وزارة الفلاحة ومن الولاية هنا، لكن 3 طلبات عروض ما وقعش الإسناد صفقة، وبالتالي ثم الجيني متاع وزارة الفلاحة هو اللي بش يتكفل مسألة حفر البئر العميقة هذه 350 متر، وبش تنطلق إن شاء الله الأشغال في أقرب وقت متاع تزويد المنطقة بالماء صالح للشراب، لأنه الإشكال الكبير هو على المستوى هذا، ورد الفعل متاع المواطنين اللي نتفهموه تماما ونحاول نشوف معهم حلول، لكن لابد شوية صبر إن شاء الله باش تنطلق كل شيء باش نعملوه بمنتهى السرعة، وإن شاء الله تكون المدرسة في أحلى حلة والمنطقة يقع تزويدها بالماء صالح للشراب، وهذا مطلب شرعي ومفهوم جدا جدا من المواطنين هنا. شكرا لكم سيد الوزير لأنكم باش تحلوا مشكل مدرسة عندها ما عندها حتى إمكانيات كما تفضلت سيادتك وقلت لنا توا، ولكن سيد الوزير المشكل أكبر من هذا. اليوم عشرات المدارس في تونس بلا أدنى الإمكانيات، بلا سبالة، من غير بتراحة، تلامذة من غير كتب، من غير كرارس، تلامذة تمشي كيلومترات على سقيهم باش يوصلوا المدرسة. وأنت ظهري سيد الوزير كنت لخصت هذا بتصريح قلت فيه لا وجود لتكافؤ فرص التعليم في تونس. بدون أدنى شك مجهود كبير يتطلب وتدخل في هذا، ولا بد من القرار أن الدولة وحدها راهي ما تنجمش تجابه المصاريف هذه. ثم دونك دعوة للمجتمع المدني، دعوة للجميع المواطنين، رجال الأعمال باش يساهموا في المجهود هذا، خاطر واجبنا نحو مدارسنا مدرستنا العمومية ما يلزمش تكون في المنظر هذا في تونس 2021. وبالتالي أدعو الجميع بدون استثناء أنه وعنا برنامج في الاتجاه هذا، في اتجاه تبني المدارس من قبل مؤسسات اقتصادية، من قبل رجال الأعمال، وخطر المشكلة أنك تنجم تجهز وتعمل لازم في مدرسة، لكن إذا كان ما سماش الصيانة فيما بعد والعناية اليومية راهي تعاود ترجع كما كانت. هذاك علاش يلزمنا باعتبار أن المدارس الابتدائية خاصة ما عندهاش ميزانية، ما عندهاش الشخصية القانونية اللي تخول الوزارة تعطيها ميزانية. عندنا مشروع إن شاء الله باش نعملوه متاع تجمعات مالية هي اللي باش تكون عندها البيدجي للمؤسسات هذه. منين يصرفوا المدارس الابتدائية سيد الوزير؟ منين يجيهم البيدجي؟ ديما نعملوا على الأولياء ديما أنهم يعاونوا ويعطيوا؟ ثم جمعيات ثم فلوس تصب مبالغ ماهيش كبيرة برشا، الجمعيات هي اللي تساهم في الشيء هذا. معناها احنا اكيد راهو في علمك سيد الوزير انه سقف اللي كان يعمل كارثه في تونس، سقف مدرسه ايتي على تلامذة لولا انتباه المعلمه اللي سقطت وخرجتهم الكل، سينو كان يكون فما اليوم ضحايا لطفى عليهم. المدارس تقول لك ما عندناش امكانيات ماديه للاصلاح، وكل عام ولفنا جمعه قبل العوده هاكا الاولياء يمشي وكل واحد هذا بوزاجافيل باللي يقدر الامكانيات للتنظيف. حسينا ما فماش رغبة من وزارة التربية في الإصلاح، كل عام نفس السيناريو ديما. قولك علاش الآخر وقت؟ لا 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 مدام فضلك، راهو عندنا برشا حوايج تعملوا حلوين برشا، أما يقع التركيز على النقاط السوداء، وهذه موجودة ونقروا بها، وهذا إخلال من نحن في مستوى الوزارة. أما ثم عوامل خارجية راهي ساهمت السنة، لأنه بدينا نحذروا في العودة المدرسية قبل برشا، صار إضراب متاع المهندس
المهندسين والمهندسين المعماريين دام شهرين ونص وخرنا بارش أشغال متعتهي أو صيانة المدارس هذه. هذه مثلا المدرسة هذه من المفروض كانت تكون حاضرة لأنه دراسة تممناها في شهر فيفري ورصدنا 350 ألف دينار للترانش الأولانية متاع العناية بالمدرسة هذه. الإضراب هذايا وفي بعض الحالات زادة كيف كيف عنا ممولين دوليين تأخروا في تحويل في التحويلات المالية لصيانة وتعهد المؤسسات التربوية. هذايا هو اللي خلانا وخرنا شوية. أما روا عنا قائمة محددة بالمدرسة بالمدرسة وكل مدرسة شنو لازمها بالتأكيد بشوية وقت إن شاء الله باش نصلحوها. لكن نعول كالعادة على أنه تتعاضد الجهود متاع الجميع باش ننقذوا مدرستنا العمومية. والله الولي وكل عائلة تونسية معناها العودة المدرسية عندها عرس. سيد وزير التربية سي فتحي سليوتي، العودة المدرسية سنة برشا قالوا إنها متوترة وناقصة برشا، معناها مثلا فما تلامذة سيد الوزير اليوم يقرأ فما 40 في قسم واحد، معناها كيفاش نجمو؟ مش أول عام، مش أول عام نعطيك الاستاتيستيك هو معناتها نشوفوا كان الحوايج اللي ماهيش ماشي خلينا نشوفوا زاد الحوايج الايجابيه. ما احنا نحبوا الخايب باش نصلحوه سيد الوزير. بالطبيعه فما نساء ورجال خدموا صدقني حتى الويكاند في الليل وفي النهار باش عملنا مجهود كبير، لكن مجهود مازال ناقص هذا لابد من الاقرار به. بالنسبه للاكتظاظ في الاقسام راهو طول السنوات الفارطة ونجم نعطيك دي ستاتيستيك لابوي، تم اكتظاظ في عديد المؤسسات خاصة في الجهات الجاذبة. عندنا جهات اللي ما تقرش حسابك ساعات انه تم حتى يكفي بشيء معمل يتعمل في جهة يجيك 50 ولا 60 تلميذ زايد يخلق لك عدم توازن في المكتب هذاك. دونك تم اشكالات لابد باش نشوفوا لها حلول مع بعضنا. لكن نحكي على وضع وبائي انا سيد الوزير، معناها انتم تفضلتوا قلتوا باش يكون فما اليوم خاطر نظرا للوضع الوبائي باش نعاني مش نحترموا البروتوكول الصحي داخل الاقسام باش يكون العدد اقل ياسر من هذا بعد اللي تخلينا على نظام الافواج. هذا علاش احنا نحكيوا اليوم على 40 علما سيد الوزير سمحني انه فما مدارس اليوم حتى في قلب العاصمه، معناها ما نحكيوش على مدارس كما تفضلت سيادتك معامل حل ودونك دخلوا صغارهم في مدرسه في كل بلاصه ما فما ليش ولي اليوم ما يتشكيش من الاكتظاظ مثلا وغياب الأساتذة؟ ما زالوا فما تلامذة اليوم ما يقراوش المواد. الغياب الأساتذة خلال الأيام القادمة تتحل الأشكال تماما. الأساتذة النواب لكنهم الأساتذة النواب رفضوا وقال لك فدينا من وضعيتنا وقلت الحقوق متاعنا ورافضين أنهم يتسلموا النيابة اليوم، كيفاش الحل؟ احنا بأكيد باش نوصلوا الحل بالحوار، حل بالحوار مش بحاجة أخرى، والحل بأخذ بعين الاعتبار الوضعية متاع المالية العمومية اليوم اللي من سوء الحظ ما تسحناش بمخير، لكن نتحاور ونشوفوا حلول مع بعضنا هذا هو الحل. وبالنسبة للبقية أكيد أنه ثم حلول ظرفية، القاعات الجاهزة جاهزة الصنع باش نحطوهم في المدارس إن شاء الله اللي فيهم اكتظاظ باش نخففوا من الاكتظاظ. أما لابد من القرار أنه اليوم هذه هي وضعيتنا في تونس، معناتها أنا باين باقيت ماجيك باش نحلوا الأشكال بالنهار وليلة، يلزمنا الناس كل نحطوا اليد في اليد باش نحلوا هالأشكالات هذه. وأنا متأكد اللي احنا قادرين خاطر في تونس ثم برشا نساء ورجال يغيروا على المدرسة العمومية ومستعدين يعطيوا لها المدرسة العمومية، يكفي باش نشوفوا لهم طريقة وتنظيم بشكل معين أنه يساهموا في هالعملية هذه إن شاء الله. المدرسة العمومية نحكي وزادة كيف كيف على الأساتذة سيد الوزير، بالنسبة للدروس الخصوصية اللي تفضلت سيادتك وتكلمت عليهم الأساتذة في بالك ولا متغشين مخدين في خطرهم من تصريحك كي قلت الأستاذ اللي باش نفقوا به قرني باش نحرموه 3 أشهر من شهريته؟ قالوا سيد الوزير معناها خلينا نقول لك أنا سيد الوزير إيش قالوا. قالوا حق وشجعنا حق وقال كلمة خير في أستاذ مناضل تاعب يدخل في ظروف ساعة لساعة غير لائقة للمربي في وضعية برشا من مدارسنا، فحبينا منه كلمة باهية تشجعنا مع العودة مش أسلوب التهديد ما عجبهمش. ماهوش تهديد بالكل مدام راهو، السؤال كان كيفاش نتعاملوا مع الأساتذة اللي يجبروا تلامذتهم على الدروس الخصوصية.
ثم فرق راهو، ثم أساتذة ونحبوا ولا نكره ومعلمين يجبروا أساتذة تلامذتهم، وعندنا تشكيات. اللي يصير هو شنو بيناتنا تطبيق القانون. القانون ينص وأنه في الحالات هذه تعمل مجلس أديب وثم عقوبات من خمس سنين اللي نجموا ناخذوها. احنا ماذا بينا لا بالطبيعة، لأنه واعيين بأن الدروس الخصوصية راهي مشكلتها الكبيرة في تصلاح المنظومة التربوية، خاطر الناس يمشيوا لزود دروس خصوصية لأنه المنظومة التربوية تلك اللي يكون فيه والدروس كما تتعطى وكل يخليه مجال، وأنه التلميذ ثم بعض تلامذة اللي ما يستوعبوش، ولا والدين يحبوا تلامذة أولادهم يستوعبوا أكثر. هذاك علاش دونك يلزمنا نتفهموا الوضعية. احنا بالنسبة للدروس الخصوصية ثم قانون، ثم نصوص قانونية هي اللي تتطبق فقط، لا أكثر ولا أقل. أما نعرف اللي عن مربين نحب نحييهم تحية كبيرة برشا. أنا اليوم في مدرسة تصور مدام المدير والإطار التربوي بتاع المدرسة يخلصوا هما من مكتوبهم في الماء، لأنه الماء نقص برشا، وثم جمعية مائية هم يخلصوا لها في الماء متاع المدرسة. معناتها تحية كبيرة للمديرين وهالإطارات التربوية اللي مبحيين، وشفت مديرين وإطارات تربوية ينظفوا في التواليتات خاطر ما ثماش عمال، حبوا ولا نكروا كلهم نحييهم برشا برشا، لأنه المجهود متاعهم وتضحياتهم من أجل المدرسة العمومية راهي كبيرة مهما كانت. واللي يجمعنا مع الناس هذوم ومع غيرهم راهو أكثر من اللي فرقنا. اللي يجمعنا هو مستقبل بلادنا، هو مستقبل وليداتنا، هي مستقبل المدرسة العمومية، وهذا يلزم نكونوا كل مقتنعين به، ويلزمنا كل نثق في بعضنا باش نجموا نتعداو هالفترة الصعيبة هذه. نفهم معك سيد وزير التربية سي فتحي سليتش اللي موجود حاليا في القصرين. اليوم رئيس الجمهورية أذن بخطة لإنقاذ المدارس والشركات والبنوك باش تساهم فيها، هل ممكن تتحسن الوضعية معناها اليوم فعلا وبعد القصرين؟ اليوم فماشي هكا قائمة بعدد المدارس والمعاهد اللي باش معناها يصير لهم الإصلاحات هذوما اللي قاعدين؟ فعلا فعلا احنا عندنا كما تعرف برنامج كامل متاع تعهد وصيانة المؤسسات، زاد جاتنا 50 مليون دينار من جمعية البنوك مشكورين بالمبادرة من سيد الرئيس. هذه 50 مليون دينار بشوفوا بحالنا 450 أكثر شوية من 450 مؤسسة مبرمجة باش نعملوا فيها تدخلات عاجلة وسريعة، وإن شاء الله في ظرف شهر سنين نشوفوا حاجات باهية برشا بفضل هالمبلغ هذايا، وبفضل زادة كيف كيف مساندة الناس الأخرين. نعرف الوقت شوية سيد الوزير، في انتظار أنك تشرفنا وتنورنا هوني بحضنا في استوديو. شكرا لك سيد الوزير، شكرا لك، عايشك على قبول دعوتنا. شكرا لك سيد وزير التربية، تحية لك سي فتحي.